يا ربي إن الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى. أيها المشاهدون الكرام، نلتقي اليوم عن قيمة أخرى من القيم التي نتكلم عنها في رمضان، قيمة التعاون، قيمة إن إحنا مش لازم كل واحد فينا ياخد من التاني حاجة. تأكد إن رزق ربنا واسع، محدش بياخد رزق حد، ومحدش بياخد نصيب حد، ومحدش بيمنع الخير عن حد. تأكد أن النافع وأن الضار هو الله، تأكد أن المعطي وأن المانع هو الله. علشان كده اوعى تفتكر انك لما تمنع عن الناس ان انت هترتقي، ابدا. انت كل ما بذلت الى الناس وكل ما تعاونت مع الناس كل ما رفعك الله تبارك وتعالى وبارك فيك. تصور ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن ربنا انه يقول لنا انفق يا ابن ادم، انفق عليك. يا اخي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في يوم من الأيام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرروا أن هم يأكلوا مع بعضهم. يقول له طيب أنا ذبح الشاة، أنا هذبح لكم الشاة. فقال آخر وأنا علي سلخها، وقال آخر وأنا علي طبخها، وقال الأخير وأنا علي جمع الحطب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا علي جمع الحطب. فالصحابة قالوا إزاي يعني يا رسول الله جمع الحطب ده أصعب مهمة فيهم، ده يحتاج إلى مشقة وإلى حركة. يا رسول الله نحن نكفيك، إحنا نقدر نقوم بالعمل ده مكانك. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره المتميز عن أقرانه ويحب أن يتعاون مع أصحابه على البر والتقوى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمد يده ويبحث عن الحطب ويساعد قومه. النبي في غزوة الخندق بيحفر معهم الخندق بنفسه، النبي في الغزوات يخرج معهم بنفسه، النبي في الأزمات يساعدهم ويمد يده إليهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى كافيه، والله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه ويرفعه درجات. لكنه بتواضعه، هذا النبي الكريم الذي صعد إلى السماوات العلى ووصل إلى مكان قال له فيه جبريل أنت لو تقدمت لاخترقت وأنا لو تقدمت لاحترقت، ينزل إلى الأرض بكل تواضع يساعد أهله. كما تقول السيدة عائشة كان في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهله يساعدهم. ما أحواجنا أن كل واحد فينا وإحنا في رمضان تساعد زوجتك، تساعد أولادك، تساعد جيرانك، تساعد زملائك في العمل. اوعى تكون عندك هذه الأنانية التي يبغضها الله ويبغضها رسول الله عليه وآله وسلم. شوف النبي قال في حديث وإن كان فيه ضعف ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى، مين هم شرارنا؟ قال إن شراركم الذي ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده. الشخص اللي عايش لوحده، عايش لنفسه، مش عايز حد. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. قال من يبغض الناس ويبغضونه، اللي بيكره الناس والناس بتكرهه. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ أقول لكم على أسوأ من كده؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. قال من لا يقبلون مغفرة، من لا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا ولا يقيلون عثرة. ما يغفرش الحد، يقول لك أنا مش ممكن أسامح، أنا مش ممكن أنسى الإساءة، أنا مش ممكن أبدا أتعاون مع حد على الخير. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. حياكم الله ورعاكم، ولكل خير أبقاكم ومن كل شر نجاكم. وفي الحلقة القادمة نراكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.